مكذبش اللي قال الجزائر قارة، وأنا أقول لكم اللي كل ولاية فيها هي بلاد في حد ذاتها. كما ما شفتوني في الشرق وشفتوني أكثر من مرة في العاصمة، اليوم وأخيراً مش نزور الغرب، وهالمرة مش وحدي. يا ربي زعمة في الجزائر شكون معايا؟ ياه شمدونا لزيت شوية لزيت شوية. تفضل صافا شوية. السلام عليكم. لاباس خويا؟ الحمد لله. مرحبا بك احنا في الغرب وانت ليكم. شكرا. نتوقع اول مره انت في قناتي. تخيل 3 سنين نعرفوا بعضنا ولا مره عملنا فيديو يوتيوب. عمري ما كنت في قناتك. نودي تشورنكي نودي نرانكي هذاك نخبطك. لا 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 مود هدوء هذا هو الفرق. شوف تعليل. اليوم باش نعيشوا مع بعضنا تجربه الغرب، وباش يكون هشام هو الجيد توريستيك. اللوغو هذا اللي نعرفوا تاع شي ميزك. MCO ونجمة وهلال. تعرفي بليلي؟ بليلي. بليلي كان يلعب هنا. بليلي الكوارجي. ايوه. اوكي. هذه MCO اللي كيب تاع وهر. ايكيب بزاف شابة مثالي. اي روح. انت تشجعهم. تبعيني مازال باقي وهر تاع قده. ايوا. خلينا نشوفوا تجربتنا اللي بديناها بأكثر حاجة كنت متوحشتها اللي هي الجرانتيتا. الجرانتيتا. هذه الجرانتيتا ماذا بيك ما تزيديش تقوليها باسكو راكي في الغرب. هنا يقولوا الكران. وين وصلنا؟ دروك رانا باغيين ناكل الكرانتيكا. يس بون نقول نحكي لك. طيب ما نحكي لك. انت راسك شكون كره هنايا؟ شكون؟ ديجي سنيك. ديجي سنيك. وباكي زور. وهشام دنا. ايوه. الاكله هذه يا جماعه غريبه ونحب نعرف قصتها، يعني من وين جات الكارنتيكا ولا الجرانتيتا ولا الكارين؟ اصلا عندها اكثر من تسميه. بون الكارنتيكا سي كانوا الاسبان هنا في وارن حاصروهم، كملت لهم المؤونه. الحاكم تاع الاسبان في القلعه تاع سانتا كروز قال الحارس قال له اش عندنا ماكله؟ قال له عندنا الحمص. طحنوه وداروا هذاك البلا. وقولي صح البنه في وارن تغيرت ولا لا؟ الاصل تاع بلاصتها الله غالب. سوري نوت سوري. المهم باش نجمو نهضمو الكران اللي كليناه، عملنا دوره جنبه حرفيا، خرجنا مشينا على سقينه. وين كانت شنو اسمها الساحه؟ بلاص دام. ايوه بلاص دام. فما اللي جات القصه تاع وهران. ايوه وهران كانوا عايشين فيها زوج سبعة على ليبوك بكري. الوغ سموها وهران يعني اسدان، يعني اسمها الحقيقي وهران. وهران وهران رحت خسارة وهجرون. صاي 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 لافوا ما عندناش خصوش. شوفوا هذا الوهر ولا الأسد الأول، نمشي نشوف الثاني. حابة نعمل تصويرة تعرف علاش؟ خاطر برج الأسد. برجك الأسد. برج الوهر. لك تصويرة تاع وهر. الله انت هيك هنا يا هذا البلاصة اللي تشوف فيها باش فكراتك. نحس روحي رجعت بالوقت، نحس روحي في العهد بيك بلايندرز. تخي بيان. بون هي اصلا محطه قديمه وداروا لها ترميم، بصح اسيو في الترميم يخلوا لا فورم تاع بكري. كنا لبسنا هكا دي كوستيم كيما قبل. هذه شوف هذه اساس. سمع سمع. واو. كيما ما حكيت لي كل مدينه وثقافتها. المدينه وهران شنو هي اللبس التقليدي نتاعها؟ وهران معروفه بالبلوزه. في الجي لبستي كلاكو؟ اها. في وهران كاين البلوزه الوهرانيه. لوزو توا على البلوزه. تما خصنا نحوسوا على البلوزه هذه وتقيسيها. اي سهل. اوي لقي شوفوها كيش تخرج عليك. يلا نشوفوا البلوزه. اي فازي. صلاه وسلام عليك يا رسول الله. شوفوا لي هالفي واحنا في الطريق قررنا نقفوا. من جمال غروب الشمس شوفوا محليه. ودورتنا في السنتر فيل وسط مدينة وهران كان حاجة تجربة غريبة، بما انه وين ما نشوف بنايات فيهم طابع اوروبي، اما كل بناية معمارها الخاص كان فهمتوني. وهران كل ما تغزر كل بنية نوع، كل بنية أحلى من الأخرى. نعرفش نحس كل بنية جات من بلاد، هذه من إيطاليا، هذه من أوروبا. شو محلاهم.
واحنا ندورو في وسط المدينه شفت وحده والله بالنسبه لي معلم بما انه الراعي صح صح عرفتها شنو هي ديجا كيش عرفتيها الحاجه هذه انا عرفتها من دي جي سنيك اللي هي ديسكو مغرب وكي يقول التاير ويقول وهران ايش يقول الراعي موسيقى تاع الراعي الراعي المغرب هو اللي كانوا يسجلوا فيه مغنيين تاع الراي تاع بكري لو كنت تشوف في دخلت على ديسكو المغرب كاين كاسيت يعني قديم بزاف شاب خالد تما كاع المغنيين تاع الراي بكري من هال من ديسكو المغرب المهم كملنا جولتنا في المدينه وسي هشام مصر اني نجرب البابوش بابوش كنا في السوق الشعبي وهران لاباستي محلى السوق ونصف تونس واجواء وحنا داخلين في السوق نلقوا واحد يبيع في الببوش وانا نشوف بكي اروح يبكي المشكله وين حشمني على خاطر قدام السيد والسيد حضر لي الصحن لا لكن عجبنيش ما فيش طعم اما قلت له بنين وبديت ناكل في الثانيه والثالثه انا درت مره هكا اعق ما نجمتش انا لا غالب في وجهه ما نجمتش كل عاد والله ما ناكل حشمنا راه قدام الناس هذه لعبتها جنتلمان تاع ماكله تاع ببوش ابار من ببوش غادي نخرجوا بالخساره المهم كليت الببوش وبعدها وتعرفوا شنو صار لي خلينا نتخطيوه خلينا نتخطى اوكي ارفعوا على جنب اوكي لا لا ارفدي تشوفي ذاك الجنب حطي ايوا قعدت شنو ببوش دقيقه كملي تفضلي ومن اللي شفتوني في وهران ما فهمش حد ما بعثليش مسج يا باكي لازم تشوف سانتا كروز اطلع سانتا كروز فيو سانتا كروز وما نجموش ندورو في وهران وما نشوفوش سانتا كروز من النقطة هذه تقريبا تشوف وهران مش تقريبا تشوف مدينة وهران كاملة حكايات تقول اللي يمس شبابك هذم في نفس السنة يتزوج هشام ما يعرفش المعلومة هذه قالك المفروض اللي يلمس التمثال هذا يتزوج مسكرين علينا مش ناويين يتزوجونا مش لازم ولا تزوج هشام إجا لازم تمس الباب لقطة ذي لقطة في مخي سينماتيك إجا ومس الباب هكا شك تحس ولو تبدل شي فيه ولو قالك اللي مس الشباك هذا يتزوج في العام هذاك نفسه في العام نفسه مبروك عليك يا جماعه الله يحمدك بارك الله فيك فضحنا فضحنا بنتزوج بكل فضحتك الاول عايش نقعد كيما هكا الليله كومبلي علاش ندير هذا المسجد باسكو كانت اعلى شيء في وهران هو كنيسة فالدولة قررت أنه تكون أعلى حاجة في وهران هي مسجد فتبنوا هذا المسجد هنا باش يكون هو الأعلى نقطة في وهران اكتشفنا أنه كل يوم جمعة في الجزائر هو يقول لي طعام طعام, طعام. وين مش فاهم مقدس في العائلة طعام. الجزائرية في الغرب الجزائري طعام في الجزائريين يعني كسكسي سامبل يعني متاعنا متاع تونس ها؟ ولا في المغرب ها؟ ولا متاع موريتانيا عباكي بلي ما في طليان وكاين طعام ولكن في كل منطقة من هذه المناطق إلا عندها الطعم تاعها بالضبط بما أنه اليوم الجمعة قال لي أول حاجة لازم تأكلها هي الطعام لازم يعني الكسكسي وشوفوا شوفوا البريزونتاسيون شوفوا الزينة وشوفوا أنتم في تونس تديروا طعام بالحوت عجبني بزاف عنا بالحوت ونعملوه محرحر يعني الصوص تبدا حمر اما ثم الصوص ما بس عم ننصحكمش تشربوا ولا الصوص تاع حار تشوي حار بزاف ايوه الله عليك الله الله عليك ايوه سيبو صافي يلا نقولوا بسم الله منين كيما تحسي الاعراس تعرف العرس يبدا مبهر اوكي وي 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 شوفوا الكارثه اللي عملناها هجوم لهنا بدا غروب الشمس هبطنا نتمشاو على الفيو هذيك اللي على البحر
اما المفاجأة خليني نقولها ولا تقوليها؟ تفضل عندك. احنا اللوالة من اليوتيوبر بيان سور اللي نطلعوا القمة تاع سطح البناية هذيك ونطيروا منها درون. شو قلتي؟ قلنا درون؟ نصوروا لقطات. صوروا لقطات. ها باش عجبني البارح السانسيت قررنا اليوم نشوفوه من احلى فيو. طلعنا خليكم تشوفوا. ما عندك ما غادي تشوف الباب بقينا نبلع. شوفوا لي الفيو من اعلى نقطه في وهران. وجاء الوقت انه نمشي لمدينة اخرى. نمشينا لتموشنت. في تموشنت هشام كان متردد. شنو السبب؟ لا ما كنتش متردد. انا كنت متردد. عكت بهاد اللي فيها بيكي قدام الناس اللي فتحت. قلت له اسمع راني مغامره لازم نعيش مغامره هنا. لا بصح غشيتيني. شنو؟ انت عندك البيرمي. ايه مشينا باش نعملوا الغوص. اليوم نهار جديد وجينا لمدينه جديده هي تموشنت. تخي بيان جيسبر تكون قديمه. لا ورايا فما فوضى. شوفوا هشام متوتر حاسة روحي رجعنا أيام سادي ممكن يبدأ متوتر. خلينا نفهموا منه اش صاير. شو قلتي لي؟ اش صاير يا هشام؟ سي غادي نسيو اكتيفيتي تاع الغوص والبروم أول مرة نسيها. ما نكذبش أنا خايف. أنا ما نكذبش أنا نقول صح راني خايف. أوكي أول حاجة باش يختار يمشي يشوف السود يتعلم شوية يكتشف شوية الماتريال ومن بعد باش نعومو لهنا في بحر تموشنت. هذا بحر تموشنت مو؟ اه بلاس مدريد. انت بدي تقولي بلي رانا في مدريد نورمال عادي. وي جينا والله العظيم يا جماعه رانا في مدريد. حاضر ولا ماكش حاضر؟ مانيش حاضر. اوو شرايك شرايك يا درا الفورمه يا درا بديت تحس في روحك. تعبير مجازي. هاي اسمعني ما تكثرليش بالكلام. وريني بعد في البحر شنو باش تعمل. انا ما سكتش عليها يا جماعه. انا ما سكتش عليها. بدينا نحضروا في الماتريال. نعم بكم دورة هنا أما شوفوا أم حلي البحر اللي ورانا. ما تكشفينيش بزاف للمرة 30. خايف مية خوف. ضيعناه وريش مع هشام. باتري فاض. ضيعناه. هو لقينا القرش الابيض. فلو انتم من محبين الغوص ننصحكم تمشيوا البحر جزيرة ليلى في بحر مدريد. صح بدك تحفظ البلايص. شو ولا صاحبي؟ شو ولا؟ لا من ونن؟ ورانا؟ غاية ونن ونن اي صح فورماطيتها. تفكرت اسمها بتاع صحبتي. لا 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 هذه غختنا من على تاليك. الراي كنا هذو الراي بكري تاع القديم. قلبي ما بغاش قاعد. لا 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 كوبي. قلبي خاصه مولاي. بي سي دي سمعتها لها وندمت هذه الاغنيه. تتفكروا كيف كليت البابوز وانا نتناسى على اساس رحلتنا في الغرب ما زالت متواصله على اساس نزوروا خمسان. مستغني مستغني كنت مريزرفي اوتيل وكاع. السيدة عيهت لها قلت لها اسمح لي ما نجيش هي مريضة. لما حالة التعويض جاني بما أني ما مشيش لمستغانم الجماعة هذوم يومة اللي كنت مريضة. شت تعدري ولو
تبعوا شو صرا فيجئوني تبعوا شو صرا فيكو بكرة ضيفة عنه رانا موجدي لها واحد الكادو دونك كان يخوني لها الكاميرا تاعها باش نفاجئوها ان شاء الله نشوفوا نقرا الريكشن تاعها بيكي شو تحب عندك خمس دقائق تمسي قشك وتبعينا ما تحوسيش تفهمي عليها قلبي مش متسمع انت راني قاعد عينك ما تشوفيش في غير الاستوري سيبون 3 2 1 عجبني صاحبي راك عاجبني يلا باي يعطيك الصحة محمد صاحبي والله العظيم انا هذيك فرحتها نقع وشكاي باسكو شوف جات الجزائر اسمعني جات الجزائر انا بيرسونال مو كنت متمنى يكون عندها كادو شباب خممنا بس هذا مير كادو زعما جا بالتخمم تاعك هذا كادو بدل الحياة أبي أبي هذه الحاجات القيمة منين تشوفها تفكرك أنت تفكر أنت لاتيس أنت ولاتيس إحنا ما درنا والو والله من أحلى الحاجات اللي تروح فيها بتزير فريمو أحلى كادوي المهم هذه هي كانت جولتنا في وهران يومنا البسيط في تموشنت للأسف مرة أخرى نحب نعتذر من باقي الغرب يجمع جزائر قد ماني نحبها قد ماني ما نجمش ندورها الكل ما نجمش نصورها الكل صاحبيكي وعدتيني وعدتني في المشتم باش نجو نديروا اقوى تحدي نروحوا للجبال اللي فيهم الثلوج وفي نفس اليوم نعودوا للصحراء ادعوا لنا انه نرجعوا كان يوصل هالفيديو كيف عرفت اليوتيوبرز يقولوا لو وصل هالفيديو 100,000 لايك لايك ديريها ما تحشموش جماعه 100,000 لايك سهله ماشي حاجه Thank you so much لكل الناس اللي كانت معايا في الرحلة هذه Thank you رياض اللي وراء الكاميرا معاونا بكل صحريات. المعلومات Thank you هشام اللي استحملتني هالأسبوع ودرنا كل الغرب وانت تشاوري اللي يخليك؟ لازم نسكروا الفيديو طولنا المهم طيارتك غدوة مع ماما باي مش نطير فرحانة أنا فرحانة كراك راحة نشوفك العام الجاي ميزانية تاعي راحت نشوفكم كي يوصل الفيديو 100,000 لازم تجي ايه ما توصلش يلا باي ما توصلش 100,000 جماعة خليني نجي وصلوا لا 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 يفتعلي باي باي باي